حياكم الله مشاهدينا الكرام، وننتقل الحين في فقراتنا إلى شرطة دبي للحديث عن التحاق أول دفعة من الطالبات المرشحات للدراسة بأكاديمية شرطة دبي الذي تم إنشاؤها في عام 1987، والتي سيتم تخريجها عام 2021 كضابطات إماراتيات في السلك العسكري لأول مرة. وهن يضعون الطموح أمام التحديات، ونرحب بضيفتنا السيدة نوف أهلي، طالبة في السنة الرابعة ليسانس في القانون وعلوم الشرطية. في البداية حياك الله معانا في الله يحييك قناة سمة دبي في استديو تواصل. الله يحييك. أنتم من ضمن أول دفعة، أنتم أيضا أكيد كل زميلاتك في هذه الدفعة، يا ترى خلنا نتكلم شوية عن نوف وتوجهها إلى هذا المجال العسكري، وليش اختارت الدخول لهذا المجال؟ طبعا الالتحاق بالسلك العسكري حلم الطفولة. طبعا صادفني بعد ما تخرجت من الثانوية أن القيادة العامة لشرطة دبي طرحت ولأول مرة دورة للمرشحات، الحمد لله هي كانت فرصة استثنائية ولا تعوض. طيب. جميل. نوف، لو نتكلم عن الحياة المدنية والحياة العسكرية، يعني أنا كنت مجند خدمة وطنية ولقيت صعوبة بالتحول من الحياة المدنية للحياة العسكرية، نبغي نعرف أنتو مثلا كبنات أو أنتي كيف لقيتي هذا التغير من الحياة المدنية للحياة العسكرية؟ طبعا واجهتنا صعوبات في البداية، لأن المرحلة الحياة العسكرية تحتاج إلى انضباط والتزام وإدارة للوقت، لكن الطالب من مجرد أنه يقدم منه في حق المرشح لازم يقرر أنه بيكمل ولا بيستسلم، لكن نحن الحمد لله صبرنا وقررنا نكمل المشوار اللي بديناه. دعم العائلة، دعم الأشخاص اللي يعني المقربين من حولك من العائلة، يا ترى كان لهم يعني سبب في وجود نوف اليوم في هذه الأكاديمية؟ طبعاً دور الوالد دوره كبير، طبعاً هو اللي شجعني للالتحاق بالسلك العسكري بما أنه ضابط في الشرطة، شجعني أن أنا التحق أيضاً بالسلك العسكري. طيب جميل. نوف، لو نتكلم يعني شو هي أبرز التحديات اللي واجهتك في بداية مسيرتك، وهل كانت تأثر على الدراسة في الكلية؟ طبعا واجهتنا تحديات في خلال دراستنا للقانون والتدريبات الميدانية. دراسة القانون تحتاج إلى استذكار بشكل يومي، وأن الطالب لازم يخصص من وقته للاستذكار، فكانت هاي مرحلة تحدي بالنسبة لنا، كيف نحن نخلي التعب على صوب ونركز على دراستنا. نعم. جميل. لو شوي نتقرب أكثر إلى داخل الأكاديمية، البرنامج اليومي المخصص للطالبات بين الدراسة وبين اللياقة البدنية والرياضة وغيرها، ونتكلم شوية عن هذه الأجواء الموجودة عندكم. طبعا يتميز ضابط الشرطة باللياقة البدنية، نبدأ يومنا بحصة اللياقة البدنية، تشمل هاي الحصة حصة رياضة الدفاع عن النفس، تايكواندو، وضافوا لنا هالسنة جوجيتسو. طبعا وبعد هالحصة عندنا هي التدريبات العسكرية، تختلف من سنة إلى أخرى، بحيث أن الطالب في السنة الأولى يتدرب على المشاة بالسلاح، في السنة الثانية يتدرب على العصا والسيف، والطالب في السنة الثالثة يتدرب على العلن، وأخيرا سنة رابعة المراسم. وبعد حصة التدريبات العسكرية نتوجه للقاعات للدراسة للحصص الدراسية. طبعا الدفعة الأولى آخر دفعة تدرس تخصص ليسانس العلوم قانون العلوم الشرطية دفعتكم. جميل. طبعا جميل. يمكن أروى لو نتكلم يعني هل في إقبال في دولة الإمارات من النساء أنهم يدخلون السلك العسكري؟ طبعا في دفعتنا ما شاء الله الأعداد كانت كبيرة، أكثر عن 80 طالبة قدمت للالتحاق بالدورة، لكن اللي انضموا للدورة عددهم أقل عن 30 طالبة، في توجه كبير من العنصر النسائي. جميل. والمهمة صعبة هناك داخل الكلية ولا؟ صعبة لكن قدرنا نطوف هالمرحلة. هذه الصعوبة شو تعلم فيك يوم بعد يوم، وشو تزرع في شخصية نوف أثناء وجودها يعني في قلب هذا السلك العسكري والدراسة؟ شو اللي يوم بعد يوم تحسينه اختلف عندك في شخصيتك ونضج أكثر؟ أنا أتوقع أن وايد أشياء عندها تغيرت. طبعا أول شيء هو الضبط والربط اللي تعلمناه من العسكرية وإدارة الوقت. طبعا العسكرية علمتنا كيف نكون قادة مش مجرد ضباط، علمتنا كيف نكون قياديين. جميل جميل. نوف أروى نوف ما بعدنا متفقين مع أروى. جميل. نوف، لو نتكلم عن المشاركة في العمل التطوعي، عمل إنساني وغرس قيم العطاء وخدمة المجتمع، حكينا عن مشاركاتكم في هذه المبادرات. طبعا توجيهات سيدي سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري،
طبقنا برنامج الساعات التطوعية بالنسبة لطلب المرشحين، وعلى طالب المرشح أنه ينجز 30 ساعة تطوعية في كل سنة، مجموعهم 120 ساعة خلال 4 سنوات. وفي رمضان هاي السنة نظمنا ويا هيئة تنمية المجتمع مبادرة سحورهم علينا، وكانت عبارة عن توزيع وجبات السحور لفئة العمال بعد صلاة التراويح بحضور سيدي مدير أكاديمية شط دبي العميد الدكتور غيث غانم السويدي ومجموعة من الضباط والمدربات وخواتي المرشحات. كان شيء فيه تحدي وتعاون كيف نوزع أكبر عدد من الوجبات في أقل وقت ممكن. وكان يعني وزعته على يعني الرقم اللي كان في بالكم لما شاركتوا فيها، لأن هاي مبادرة جدا معروفة وعليها إقبال كبير بصراحة. صحيح. من الإعلاميين من مختلف الفئات سحورهم علينا. فكانت مشاركة جميلة. وهل أعطتك دافع للمستقبل أن تشاركين في أعمال طبعاً، حتى لو كانت فردية مش مختصة بجانب العمل؟ طبعا العمل التطوعي ما يقتصر في العمل، نحن خارج الإطار الأكاديمي نحن نشارك في الأعمال التطوعية. عندك فطورهم علينا، توزيع وجبات الفطور وقت الأذان. نعم. كنا نقوم فيه في خارج أوقات العمل. حلو. طيب أبغي أسأل سؤال عن فيما يخص أسلوب الحياة بصفة عامة. المفترض أن يكون في أسلوب كل حياة اللي هو الرياضة، ولكن لما الواحد يخوض هذه التجربة إن كان في الخدمة الوطنية يعني فترة طويلة ولا في السلك العسكري، أنا أحس عمري أنا ضايع بينكم شوية، بس أبغي أعرف هل هذا يخلي الإنسان ينضبط أكثر في أسلوب حياته، عمله، اللياقة، الرياضة، إنه مش فقط طلع من هذه السنوات من الدراسة ينسى هذا الشيء، لأن الشرطة بصفة مستمرة مطلوب منهم الرماية، اللياقة، يعني الأمور المطلوبة منها. صحيح. فيا ترى هذا الشيء هل غرس فيك إنه تسوي الرياضة عندك أسلوب حياة؟ صح، مش مجرد رياضة أسلوب حياة. نحن في الأكاديمية اكتشفنا مواهب مغروسة فينا ما كنا نعرفها. يعني خبرينا عن مواهبك. طبعا عندنا ما شاء الله بنات، مجموعة من البنات طلعوا وشاركوا في بطولات تايكوندو وحققوا الميداليات الذهبية. جميل. كذلك عندنا الحين في الجوجيتسو، يعني ياسين نشوف إنه في بنات ما شاء الله متميزين في هاللعبة، وإن شاء الله بنشارك في بطولات ان شاء الله. وانت تميزتي في شيء معين من هذه الرياضه؟ اشوف نفسي في جوجيتسو. جوجيتسو؟ نعم. هاي اللعبه وايد مهتمين فيها في دوله الامارات. صحيح. خاصه في الخدمه الوطنيه يلها كل الاهتمام، ف نتمنى لك كل التوفيق اكيد في لعبه الجوجيتسو. بس ما اتوقع ان تطلعين مهاراتنا الحين بالاستديو. بالتوفيق. وبقيت لك اعتقد اخر سنه. صحيح. الدراسه، وبعد ذلك ان شاء الله راح نشوفك. لازم ان شاء الله. باذن الله نتمنى لك كل التوفيق. مقدما اكيد على هذا التخرج، وبالتوفيق في يعني بدايه الحياه المهنيه العسكريه، وايضا تحياتنا لكل الطالبات اللي موجوده معك في الدفعه. شكرا لك نوف اهلي.